دلوقتي احنا بإذن الله تعالى هنحل المترم التعويضي والمترم الأصلي، وهنقول على تركات فرع دكتور نجار عشان ده كان تقريبا هو أكبر مطلب على جروب الدفعة. واحنا عامة هنبدأ بالمترم التعويضي عشان ده فعلا كأسئلة كان أتقل من المترم العادي، وعلشان الناس ما احتكتش بالمترم التعويضي اللهم إلا قليلا منهم، اللي هم بس الناس اللي إيه اللي حضروا المترم التعويضي ده. ولكن المترم الأساسي السواد الأعظم الدفعة حضرته، فالأحسن نخلي الأهم واللي أسئلته أصعب واللي الناس ما احتكتش بيه كتير في الأول. وعامة احنا نمشي على السيستم ده، إن احنا أول حاجة هنراجع على الفكرة والكونسبت اللي احنا خدناه ونقدر نحل بيه المسألة، وبعد كده هنشوف الحل التفصيلي للمسألة دي. يعني هقول على الفكرة وبعد كده هنشوف تتحل ازاي أو ازاي بتطبق الفكرة دي. طيب مبدئيا كده اول سؤال خالص كان على اول جزئية خالص في المنهج. دلوقتي احنا كنا عارفين انك انت لو عندك جهاز بي ام ام سي اللي هو الموفينج ارم انسترومنت او هو الجالفانومتر اللي احنا كنا خدناه برضو في ثانوي، انت دلوقتي عارف ان المفروض في حالة الاتزان الديفليكتنج تورك بتاعك اللي هو المحرك الرئيسي اصلا للمؤشر بيساوي السبرينج تورك اللي هو مكلفت على البوينتر ساعتها وبيقاوم الحركة الأصلية بتاعة الديفليكشن. وأنت عارف إن معادلة الديفليكتن تورك يعني كنا أثبتنا إن هي بتساوي بي في أي في أي في إن. بي هو الفلكس، أي هو التيار اللي بيمر فيه في اللحظة دي، أي هو المساحة بتاعته، يعني مثلا لو هو الكويل على شكل مستطيل يبقى ساعتها الطول في العرض، وإن هو عدد اللفات بتاعة الكويل بتاعي. وانا عارف دلوقتي ان سبرينج اصلا ده بيساوي ثابت كده خاص بالسبرينج مضروب في ثيتا. طيب لحد هنا كويس جدا، فدي ساعتها اول فكره ان دي معادله الاتزان بتاعه البي ام ام سي، وممكن بقى ساعتها باي مطالب اجيب اي مجاهيل عندي بعيش مع نفسي خالص. دي اول فكره. تاني فكره بقى هي فكره جهاز كده حلو برضو اسمه الفولت ميتر. دلوقتي احنا كنا عارفين ان البي ام ام سي البكر اللي هو زي ما هو كده خلقة ربنا فيه انه بيقيس لك التيارات الضعيفة. انا بقى دلوقتي بلعب بيه في حاجتين، يا اما انا ساعتها اركب له شنط عشان اخليه يقيس تيارات اقوى، او اني ساعتها لو فرضا مثلا ده الكويل بتاعي ودي المقاومة بتاعته اركب ساعتها سيريز مع مقاومة عشان يقيس لي فولت عالي. وساعتها بقول له بص يا عم الحاج انا عارف دلوقتي ان الفي بتاعة القراية هتساوي التيار اللي داخل لي المفروض مضروب في ثابت، والثابت ده هو اللي بضرب فيه السكيل كله، والثابت ده بيبقى اسمه ساعتها مجموع المقاومات اللي هي المقاومة بتاعة الكويل الأصلية زائد المقاومة اللي أنا ضفتها اللي اسمها ساعتها يا إما شانت ريزيستنس يا إما مالتيبلاير ريزيستنس، ليها اسمين عشان لو لقيت اسم من الاتنين دول ما تلخبطش. يعني ببساطة دلوقتي أنت عارف السكيل بتاعك بيقيس تيارات بس، فأنت قلت لأ أنا هضربه ساعتها في فاكتور، يعني أمسك السكيل ده ساعتها وأمسك كل رقم فيه وأضربه في فاكتور معين اللي هو ساعتها إيه حصلت المقاومتين دول مجموعهم يعني عشان نسيز مع بعض. طيب لحد هنا كويس جدا. ومبدئيا كده انت عارف ان الار ام دي بتكون عادة مهملة جدا وقد تساوي صفر، عشان ساعتها كأني بجمع مثلا نص اوم على 220 مثلا 1000 اوم. الار اس دي اصلا عادة بتكون قيمة كبيرة جدا، يعني ساعات ممكن توصل ل 100000 من غير مبالغة، ممكن توصل لميجا اللي هو مليون، مفيش افورة فعلا. دلوقتي لو قلت لك ساعتها ان انا عندي ديفليكتنج تورك وليه الماكسيمم فاليو ممكن يوصل لها، وقلت ساعتها لمعادلة الاتزان ان الديفليكتنج تورك الماكسيمم ده بيساوي الديفليك بيساوي السبرينج تورك اللي بلمس له مثلا بي تي سي او تي اس ايا كان، فساعتها انا عارف ان التوركس بيبقى ساعتها ليهم قيم ماكسيمم لما التيار يبقى ماكسيمم. انا دلوقتي عارف ان الديفليكتنج تورك ده بيساوي بي في اي في اي في ان، فبالتالي البي والاي والان ثابتين، فالاي ساعتها بتوصل للماكسيمم فاليو لما التورك ساعتها يبقى ماكسيمم فاليو، والاثنين لو بيبقوا ماكسيمم فاليو يبقى السبرينج تورك المكلفت على البوينتر بتاعي عشان ساعتها يعمل لي اتزان برضه يكون ماكسيمم فاليو. دي ملحوظه. فبالتالي ممكن بجيب التيار بتاع الفول سكيل من الماكسيمم تورك.
لحد هنا كويس جدا. ملحوظة بقى التانية، لو قلت لك ساعتها إن في مسطرة، والمسطرة دي بسيطة جدا، فيها دلوقتي 10 تقسيمات بس، وقلت لك إن أقصى قراية أقدر أوصل لها بالمسطرة دي 20 سنتي، فبالتالي أنت عندك 10 ديفيجنز وعندك الماكسيمم فاليو 20 سنتي، فبالتالي كل ديفيجن بتقيس كام؟ بتقيس 20 على 10، يعني بتقيس 2 سنتي. فكرة بديهية جدا وسهلة جدا، ولكنها هي أصلا الأساس بتاع السؤال اللي الدكتور جابه في الميدتيرم. نشوف بقى السؤال ده. دلوقتي قال لي إنك أنت عندك موفينج كويل فولت ميتر، طيب لحد هنا كويس جدا، ومديني الطول والعرض بتاعه بالملي، فخلي بالك جدا في التعويض ما تنساش ال10 أس سالب 3 بتاعت الملي. طيب، وقال لي إن في التيرنز بتاعته بتساوي 100، يعني في 100 لفة، وقال لي إن السبرينج بتاعي بيعمل لي تورك بيساوي الرقم ده، يعني كده بيقول ساعتها السبرينج تورك المكلفت على سبرينج على البوينتر بتاعي بيعمل التورك بالقيمة دي لما الديفليكشن يبقى عند الفول سكيل. وعند الفول سكيل امتى؟ لما بيكون في ساعتها 100 ديفيجن. يعني ساعتها انا عرفت معلومتين، ان عند الفول سكيل ساعتها السبرينج تورك بيساوي الرقم ده، وتاني حاجة ان السكيل بتاعي فيه 100 تقسيمة، فهو البوينتر بتاعي او المؤشر بتاعي بيوصل عند 100 عند الماكسيمم ريدنج. طيب، ومديني قيمة البي اللي هو الفلكس دنسيتي. طيب، قال لي بقى دلوقتي انا عايز اجيب قيمة المقاومة اللي حطها سيرس ساعتها مع البي ام ام سي بتاعي، هو ده البي ام ام سي ساعتها، ودي ار ام بتاعته اللي بتكون عادة مهملة. انا دلوقتي عايز بقى احط مقاومة هنا عشان تقلبه فولت ميتر، بحيث، وخلي بالك من الحيث دي بقى، ان كل ديفيجن او كل تقسيمه تساوي 1 فولت. كانه بيقول لي ساعتها ان الماكسيمم ريدنج هتبقى 100 فولت، علشان انا عارف اصلا ان في 100 تقسيمه، 100 تقسيمه او 100 شرطه، والشرطه الواحده بفولت، يبقى 100 شرطه يعني 100 فولت، يعني كده بيقول ساعتها انك هو عايز البي فول سكيل بتساوي 100 فولت. مبدئيا كده الموضوع سهل جدا. ليه؟ هيجي لك واحد ويقول لك انا عارف دلوقتي من معادله الفولت ميتر ان الفي فول سكيل بتساوي التيار فول سكيل مضروب في مجموع المقاومتين على بعض اللي هي ار ام زائد الار اس، والار اس هي اللي عايز احسبها. وهنا قال لي اهمل لي فعلا الار ام، اهمل لي المقاومه بتاعت الفولت ميتر كويل. فساعتها اصلا حتى لو ما كانش قال الجمله دي، انا اصلا عارف ان ايه بتكون صغيره جدا وعاده بتهمل، وحتى كان دكتور نجار قال على الملحوظه دي في محاضرته، يعني حتى هو الشرط ده اصلا حطه كده ايه زياده كده عن المطلوب، لكنه من حقه الشرعي ما يحطوش. يبقى دلوقتي انت عايز ايه؟ عايز الار اس دي، فانت محتاج تكون عارف في فول سكيل اللي انت جبتها ب 100 فولت، فولت لكل ديفيجن يعني ساعتها 100 فولت ل 100 ديفيجن. انت بقى محتاج الاي فول سكيل، فساعتها بقى ترجع لمعادله ايه؟ الديفليكتنج تورك. دلوقتي قال لك ان السبرينج تورك الماكسيمم فاليو بتاعته بتساوي الرقم ده، والديفليكتنج تورك بيساوي سبرينج تورك، اذا سبرينج تورك في الماكسيمم فاليو بتاعته، فبالتالي هيديني تيار ماكسيمم. فاول حاجه بفرش له كده المطالب او الحاجات الجيفن يعني المعطيات بالشكل ده، وبعد كده في الاخر بقول له ان الديفليكتنج تورك عفوا بيساوي الرقم ده ان في بي في اي في اي، دول كلهم معروفين فهو عوض بيهم، والاي مجهوله. وانت عارف ان ساعتها انت عند فول سكيل ستيدي ستيت الديفليكتنج تورك بيساوي سبرينج تورك، والسبرينج تورك هو مديهولك، فساعتها الاي فول سكيل بيساوي ايه؟ بيساوي 2 ملي امبير. وساعتها هتقول له ان ال 100 فولت بيساوي اللي هو الفي فول سكيل يعني بيساوي 2 ملي امبير، 2 في 10 اس سالب 3 مضروبه في الار اس. فبالتالي انت تقول له ساعتها ان الار اس بتساوي ايه؟ بتساوي 100 على 2 في 10 اس سالب 3، يعني هتساوي لك في الاخر 50,000 اوم. وفعلا هو ده الناتج اللي طلع. ممكن بقى يجي لك حد تاني يقول لك ساعتها ان انا هشتغل على المعادله دي بدلاله الفولت اللي على كل ديفيجن والتيار اللي عند كل ديفيجن، يعني ساعتها اقول له ان الفي بتاعت الديفيجن بتساوي الاي
بتاعة كل ديفيجن مضروبة في الار اس، وهو ده حل المعيد. فساعتها قال لك دلوقتي ان هيك انت عايز تحول اي فول سكيل لتيار في ديفيجن، فتقول له ساعتها ان الكارنت سنسيتيفيتي اللي بيساوي ساعتها ايه، ملحوظة مهمة جدا، الكارنت سنسيتيفيتي ده ليه معادلتين، يا اما تقول له ثيتا على اي، او تقول له اي على ثيتا. هو احنا كنا متعودين طول السنين دي ان احنا نشتغل على المعادله دي، ولكن الدكتور لاول مره ساعتها تقريبا من ساعه ما مسك الكورس يشتغل بالمعادله دي. دلوقتي المفروض ان هو في الامتحان بيقول لك الوحده بتاعت السنسيتيفيتي، يا اما يقول لك ساعتها ان هي ديفيجن لكل اوم لكل امبير معلش، او امبير لكل ديفيجن. فساعتها لو امبير لكل ديفيجن يبقى ساعتها اللوكشه دي، لكن لو عكس يبقى ساعتها باللوكشه دي. واني واي اصلا كده كده انت عارف ان الثيتا دي ممكن تعبر مجازا بالديفيجنز، يعني عادي جدا. يعني دلوقتي ممكن تقول له بدل ما احط زوايا مثلا، بدل ما اقول له 180 درجه اقول له مثلا 20 تقسيمه، مش مشكله. يعني انت اصلا بتتكلم عن تقسيمات، واصلا الزوايا في الاخر تعتبر تقسيمات، يعني ده اصلا نظام الراديان والدرجات اصلا ده يعتبر في الاول ايه، في الاول في الاخر تقسيمات. فايا كان هو بس المعيد حب ان هو يجاوب بداتا كارنت سنسيتيفيتي بس عشان ايه، ياكد على الفكره دي علينا. طيب فمهم بقى لك ان اي فول سكيل على 100 ديفيجن ساعتها فتلاقي الرقم ده. وساعتها بقى عوض، هتلاقي 1 فولت لكل ديفيجن و20 في 10 اس سالب 6 هو الاي فول سكيل على ال 100 ديفيجن دول. وساعتها في الاخر بتضربه في ار اس زائد الار ام اللي تقريبا بتساوي صفر. يعني باختصار هاتها بدلاله اي حاجه انت تحبها، ووضح له كل حاجه في المساله الله يكرمك، يعني وضح له حساباتك واكتب له فعلا ار ام هنا، واعمل له سهم اقول له ان هي تقريبا بتساوي صفر، يعني اكتب له القانون كامل ما تستبخلش في الكتابه. فكره المساله الثانيه، ودي تعتبر امتداد يعني لفكرة السنسيتيفيتي والسكيل والكلام ده. دلوقتي لو قلنا ان انا عندي بوينتر بالشكل ده، فانا دلوقتي عارف ان المفروض كل ما التيار بيزيد كل ما الانحراف بتاع البوينتر مثلا في الاتجاه ده بيزيد. يعني مثلا لو زودت التيار شوية هلاقي ساعتها مثلا بوينتر بقى هنا لحد ما يوصل لي عند الفول سكيل، ساعتها مثلا عند النقطة دي مثلا. يعني ساعتها ممكن اقول ان المسافة اللي البوينتر بيمشيها ابتداء من نقطة الأصل بتتناسب مع التيار المر ساعتها في الكويل بتاعي. المسافة دي بقى ساعتها ممكن أعبر عنها بحاجتين، أعبر عنها كأنها زاوية، ساعتها دلالة مثلا ال radians ولا degrees ولا أيا كان بقى، أو بدلالة ال divisions اللي هو ساعتها الشروط مثلا. يعني قلت الشرطة الأولى، شرطة تانية، تالتة، رابعة، خمسة، ستة، وكل شرطة مثلا ليها فولتج او كارنت معين، وساعتها بقى خلاص ببقى ايه، خلصت سمتي وضل ربنا. ايا كان دلوقتي انا عارف ان التيار بيتناسب مع الثيتا بتاعتي او عدد الديفيجنز اللي ممكن مثلا ارمز ان هو بيساوي ان مثلا، يعني ايا كان. فبالتالي ممكن يجي مثلا حد يقول لك ان دلوقتي انا عارف ان الاي بتتناسب طرديا مع الثيتا او ديفيجنز، صح؟ ايوه، يعني اكيد في ثابت تناسب. فانا ممكن اقول ان التيار بيساوي ثابت معين ما اعرفوش الله اعلم بيه يعني لحد دلوقتي، مضروب في ثيتا لو انا بشتغل مع راديانز وديجريز، او مضروب في عدد الديفيجنز لو انا شغال بنظام الشروط. طيب الفكرة دي مهمة جدا، يعني ساعتها ممكن اعبر عن التيار بدلالة ثابت معين معرفوش مضروب في عدد الديفيجنز او عدد الديجريز او الراديانز اللي هو انحرفها. الثابت ده بقى بيساوي ايه؟ بيساوي اي على ثيتا. وانا خدت ان اي على ثيتا وثيتا على اي الاتنين تعريفين لحاجة كنا بنسميها الحساسية بتاعت الجهاز. وزي ما قال دكتور نجار في الامتحان بتاع الترم الاصلي كان استخدم الكونسبت ده او المعادله دي للدراع كارنت سنسيتيفيتي، قال لك امبير مثلا لكل مثلا درجه. في بقى تعريف تاني اللي احنا كنا متعودين عليه من زمان خالص ان هو ثيتا على اي، والاثنين بيعبروا على السنسيتيفيتي في الاول وفي الاخر، فبالتالي مش مشكله. ولكن بس اللي يهمني في المساله دي ان انا اشتغل ساعتها على الكونسبت ده، اللي هو ببساطه انا ممكن اعبر عن التيار بدلاله ثابت مضروب في ايه؟ مضروب في الانحراف. والانحراف ده بقى ساعتها بقى ديفيجنز ولا مش عارف ايه،
معايا الله بقى ساعتها اشوف المسألة هو جايب لي انحراف بدلالة مثلا degrees ولا radians ولا revisions ولا ايا كان. حتى نيجي بقى للمسألة، هو بيقول لي ان في دايرة بالشكل ده الاي بتاعتها بتاعت السورس يعني بتساوي 1.5 فولت، وقيمة ار 1 بتساوي 1 اوم، وار 2 بتساوي 2500 اوم. دلوقتي قيمة المقاومة بتاعت الجالفانومتر بتاعتي الله أعلم بيها، فكانت النتيجة إن هو طالب مني إن أنا أعرف المقاومة دي بتساوي إيه. فجالك واحد وقال لك بص يا عم الحاج، أنا دلوقتي هعمل اختبار لذيذ. إيه الاختبار ده؟ دلوقتي أنا عندي مقاومة متغيرة هنا، فأول ما مرة يعني هجرب أخلي قيمة المقاومة المتغيرة بتساوي 450 أوم. فهو هنا حط لك 450 أوم، وكانت النتيجة إن انحراف المؤشر بتاع ال PMMC بتاعي أو الجافنومتر بتاعي بقى 150 ديفيجن. يعني ساعتها كأني بقول إن التيار المار في الدايرة دي ساعتها هو، أخلي بالي، التيار المار في الإيه اللي مار في الجافنومتر، الجافنومتر بيقيس التيار اللي بيخش فيه، فبالتالي التيار في البرانش ده، ده سبب لي انحراف بيساوي 150 ديفيجن. ولما خلاه ب 950 المقاومة دي سبب له انحراف 75 ديفيجن. هو بقى طالب مني اجيب له المقاومة المجهولة وزيادة عليها الكرنت سنسيتيفيتي. مبدئيا كده انت عارف ان في تو كيسز، في حالتين، في حالتين كل حالة بمعادلة، يعني معادلتين في مجهولين، مجهول اكيد طبعا بيدل على مقاومة ومجهول بيدل على السنسيتيفيتي. لحد هنا كويس جدا. هيجي لك واحد ويقول لك انا امسك الحاله الاولى واحط مكان المقاومه دي 450 اوم، ويقول لك بص يا عم الحاج انا هجيب التيار اللي مر هنا. مبدئيا كده انت عندك دايره بسيطه جدا فيها فولتج سورس وفيها مقاومه سيريز معاه وفيها مقاومتين بارلل، دايره عبيطه جدا من ايام ثانويه عامه، بتجيب المقاومه الايكوفالنت وتقسم التيار عليها فتجيب التيار الكلي، وبعد كده بتطبق الكارنت ديفايدر عشان ساعتها تجيب التيار المار هنا. الكارنت ديفايدر كان بيقول لك ايه؟ بتجيب التيار الكلي تضربه في المقاومة او البرانش اللي التيار ما بيمرش فيه مقسوم على مجموع المقاومات كلها. يعني ساعتها بقول له ان التيار اللي هنا ده بيساوي ايه؟ بيساوي التيار الكلي مضروب فيه الار واحد عشان ده في البرانش اللي ما بيمرش فيه مقسوم على مجموع المقاومات كلها، يعني ار واحد زائد ار ثلاثة زائد ار ام. وانا عندي كله لكن المجهول الوحيد هو ار ام، والاي طبعا ما اعرفهاش، ولكن دي اول خطوه، خطوه بديهيه، مساله سيركتس عاديه جدا، بجيب التيار المار في الجرنوتر ده بيساوي ايه، وده حل تفصيلي اهو. دلوقتي التيار الكلي بيساوي ايه؟ دلوقتي المفروض قال لك انا اول حاجه هجيب التيار الكلي، فانت تقول له خلاص ماشي اوكي. بتجيبه منين؟ والله انت عندك كذا طريقه، ايا كان زي ما قلنا احسن حاجه بتاعه الريدكشن انك انت بتعمل ريدكشن للوكشه دي كلها في مقاومه واحده، ار 2 زائد اللوكشه دي كلها بارلل مع اللوكشه دي كلها، فساعتها هتطلع لك البتاع الملعبكه الكبيره دي، وساعتها بقى هتقول له انك انت عايز التيار المالفي برانش ده، ده ساعتها بيساوي ايه؟ كارنت ديفايدر. لحد هنا كويس جدا. فساعتها بتقول له الديفايدر هيقول لك ايه؟ انك انت المفروض بتجيب التيار الكلي تضربه في البرانش اللي انت مش عايز تحسب عنده التيار اللي هو ده، انت عايز التيار اللي هنا مثلا يعني، و مقسوم بقى على مجموع المقاومات كلها، يعني ار 1 زائد ار ام زائد الار 3 اللي احنا كل شويه بنغير في قيمتها، مره 450 مره 950. ففي الاخر بسط بقى المعادله، هو هنا جاب دلوقتي الاي توتال الاول والاي، يعني ساعتها كانه ودى لك الاي توتال هنا والاي هنا وعكس لك الفراكشن ده فطلعت لك اللوكشه دي. ايا كان في الاخر عيش مع نفسك، وفي الاخر هتطلع بأي علاقة أنت عايزها، والله بقى بدلالة الـ E بدلالة الـ I أيا كان، المهم تطلع بعلاقة مظبوطة بتوصف لك التيار اللي مر هنا ده. دي أول حاجة. تاني حاجة دلوقتي نرجع بقى للكونسبت الحلو جدا، إحنا قلنا دلوقتي إن أنا ممكن أعبر عن التيار بدلالة ثابت اسمه K مضروب في عدد الـ divisions. لو أنا شغال على الحالة بتاعت إن R 3 بتساوي 450 أوم، يبقى عدد الديفيجنز بيساوي ايه؟ بيساوي 150. فساعتها لما اعمل التعويض بتاعي الاي 1.5، الاي احط مكانها
150 كي مثلا، وساعتها بقى بقوم قايل له ان ساعتها بقى ان انا هعوض تعويض مباشر، وان انا هحط له قيمة كل مقاومة مكان السيمبلز بتاعتها. احنا زي ما قلنا في الحالة الأولى عوضنا مكان R3 ب 450، في الحالة التانية بقى قال لي R3 حط مكان 950، ففي نفس المعادلة دي هحط له مكان R3 950، والفرق بقى الوحيد بس ان انا عارف ان عندها عدد الديفيجنز بيساوي 75، فهحط مكان الاي 75 كي، فساعتها تبقى معادلة بالشكل ده، معادلتين في مجهولين حلوين جدا بدلالة الكي. اخلي بالي ان الكي ثابته عشان اصلا دي خاصه بالجالفانومتر بتاعي اللي انا ما لعبتش فيه، الجالفانومتر ثابت، الوحيد بس اللي لعبت فيه المقاومه دي. يجي لك بقى واحد يقول لك طب انا ليه اصلا عملت القصه بتاعت الديفيجنز والكلام ده، فانا كنت اصلا ممكن على طول احل المعادله دي بدلاله الاي وخلاص، يعني كفيتو. الاجابه ان الاي مش ثابته، الاي في الحاله الاولى مختلفه عن الحاله الثانيه. انت اكيد طبعا غيرت المقاومه صح، انت عارف ان اصلا ده انت لو كحيت في الدايره التيار هيتغير، ما بالك لو انت جبت مقاومه اساسيه مكان 450 حطيته 950، اكيد طبعا خلي بالك ان لازم كل حاجه تتغير. فبالتالي انا بقول لا يا عم الحاج، انا هعبر عن التيارين دول بدلاله حاجه ثابته. ايه الحاجه الثابته دي؟ والله الكي، عشان كده اصلا هو اداني المطلوب، اداني الجيفن بتاع الديفيجنز. بحل بقى معادلتين مع بعض باي طريقه انا عايزها، افك براكتس مش عارف بقى اقسم، مع نفسك دي بقى رياضه. هتلاقي ساعتها ان احسن حاجه انك تقسم معادلتين على بعض، عشان ساعتها كله يطير بعضه، في الاخر تبقى معادله بدات الار ام حلها على حاسبه ولا باي طريقه زي ما قلنا رياضه يعني. في الاخر هتجيب قيمه الار ام اللي هو عايزها، ومعاها قيمه السنسيتيفيتي اللي هي المفروض هتساوي الرقم ده. لحد هنا كويس جدا. نيجي بقى للمساله الثالثه اللي هي المفروض سؤال اتنين جزئية ايه يعني، عشان كل جزئية او كل سؤال فيه جزئيتين. المسألة دي عامة هي مسألة تقليدية، ومفروض كنا يعني الدكتور كان على فكرتها برضو، كانت جات عليها مسألة في الشيت وفي الملازم برضو. دلوقتي قال لك ان في ريكتفاير، وقال لك انه بيستخدم بريدج ريكتفاير. مبدئيا كده انت عارف انك انت لو قال لك بريدج يبقى ساعتها كان بيقول لك ان هو فول ويف ريكتيفيكيشن، يعني ساعتها كأن بيقول لك ان مثلا لو انت دخلت له اي ويف الجزء السالب ما بيطيروش، لكنه ساعتها بيخليه موجب، فتبقى ساعتها كأنها حاجة بالشكل ده مثلا. فبالتالي انت كده عرفت الحمد لله الملة بتاعت الريكتيفيكيشن بتاعك. طيب وقال لك ان السكيل بتاعه متسيستم ان هو يقيس لك الار ام اس فاليو بتاعت الساين ويف. احنا لو رجعنا لقصه الريكتيفيكيشن من الاول خالص، في جهاز البي ام ام سي كنا بنقول ان احنا عارفين ان خلقه ربنا في الجهاز ان هو يقيس لك، لو انت جبت جهاز كده فيرجن ودخلت عليه طريق اي سي يقيس لك الافريج فاليو بتاعته. ولكن انا بتحايل على قانون، بعمل ريكتيفيكيشن عشان الجزئيه السالبه يا اما تطير يا اما تبقى موجبه، فالافريج فاليو ما تساويليش صفر، وبالتالي ساعتها بقى بقول له ايه، بص يا عم الحاج انا همسك السكيل بتاعي وهضربه في فاكتور معين بحيث يحول لي الافريج فاليو للار ام اس فاليو، عشان اعرف ساعتها انا يهمني ان اقيس الار ام اس فاليو بتاعت الدايره بتاعتي. الفاكتور ده ساعتها بقى بيسموه ايه؟ بيسموه الفورم فاكتور. فساعتها كانك بتقول انك انت خدت السكيل بتاع الجهاز بتاعك كله وضربته في الفورم فاكتور اللي هو ساعتها بيساوي الـ RMS على Average Value، فهتلاقي إن الـ RMS هيساوي لك الـ Form Factor مضروبة في الـ Average Value. الـ Average Value دي المفروض هو اللي الجهاز بيقيسها أيًا كان نوع الويف، ولكن الـ Form Factor ده زي ما قلنا بتحسبه إزاي؟ إنك أنت بتختار ويف معينة مثلًا ساين ويف اللي هي أشهر ويف يعني، وساعات تقول له إن أنا هجيب الـ RMS بتاعها بالحسابات وأجيب الـ Average وأقسم ده على ده. خلي بالك ان الار ام اس لو انت بتعمله لحظه الديزاين في السكيل بتعمله ل ويف واحده بس، نوع ويف واحد بس، عشان انت عندك سكيل عايز تضربه في رقم ثابت، الرقم ده يكون معتمد على الار ام اس بتاع ويف ثابته اللي هي مثلا الساين. لو انا دخلت اي نوع ويف غير الساين ويف هيعمل لي ساعتها مشكله، عشان هيعتبرها كانها المفروض ساين ويف، فبالتالي ظبط هو كده يكون بهوأ لي الدنيا. طيب واحنا كنا عارفين ان في ال full wave rectification المفروض ساعتها انا عارف ان الفورم فاكتور بتاعي بيساوي لي
الرقم ده، والرقم ده حفظ، يعني يستحسن انك انت تحفظه عشان ما تشتقوش وتضيع وقت. طيب لحد هنا كويس جدا. واحنا كنا قلنا انك انت عشان بتقيس اي افريج فاليو بتعمل ايه؟ اول حاجة بتكامل على فترة كاملة، وبعد كده بتقسم على الفترة دي، كأنك بتعمل تجميع على مدار الفترة كلها، والتجميع ده كله بتقسمه على العدد بتاعها average. ال RMS بقى ساعتها انك انت بتعمل ايه؟ اول حاجة بتعمل squaring لل function بتاعك، تاني حاجة تحسب له average، تالت حاجة تقسمه على الفترة بتاعته، رابع حاجة تاخد square root للكلام ده كله. واحنا كنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل الممل يعني في فيديو rectification بمسائل كتيرة جدا. يعني دلوقتي المفروض انا عارف ان الجهاز بتاعي في الاصل بيقيس RMS value و sine wave بس، يعني ساعتها كأنه بيمسك اي average value تجيله، هو بقى بصمجي بيضربها على طول في ايه؟ في 1.11، بغض النظر بقى عن نوعية الويف اللي داخلاله، هو بيقيس الافريج زي ما قلنا، اي ويف بتخش له بيقيس لها الافريج بس، وساعتها بيقوم مضرب الرقم ده كله في 1.11 اللي هو ساعتها السكيل بتاعي ضربته كله في 1.11. فساعتها بقى لما دخلت فيه ويف مثلثية بالشكل ده، هو بصمج لي برضه وطلع لي القراية بتاعتي ان هي 2.22 بالشكل ده. دلوقتي بقى قال لي انا عايزك تحسب لي البيك فاليو او الماكسيمم فاليو بتاعه التيار والار ام اس فاليو الحقيقيه بتاعته. مبدئيا كده زي ما قلنا انك انت مفتاحك هو المعادله دي بتاعه الفورم فاكتور. من المعادله دي هتقول ساعتها ان الافريج فاليو بتاعه الويف دي بيساوي الرقم ده على الرقم ده، يعني ساعتها الافريج فاليو بتساوي 2 امبير. ساعتها بقى انت عارف كانك بتقول انك انت لو خدت ويف بالشكل ده، خلي بالك ان الويف هتبقى المفروض كلها فوق الخط بتاع الارض كده، عشان خلي بالك هي المفروض كانت سالبه، لكن ده المفروض بيعمل بريدج ريكتيفيكيشن، يعني اي حته سالبه بيطلعها فوق. كانك بتقول له انك انت لو كملت على فتره كامله مثلا من صفر ل تي، وقسمت الكلام ده كله على الفتره الكامله اللي هي تي، فالكلام ده كله هيطلع لك الافريج فاليو اللي انت طلعتها بكام؟ اللي انت طلعتها ب 2 امبير. لحد هنا كويس جدا. طيب دلوقتي بقى يجي لك واحد يقول لك ان احسب التكامل ده بحاجتين. اول طريقه طريقه المساحات، وزي ما قلنا الطريقه دي مش محببه. ليه؟ عشان ممكن لا قدر الله ساعتها يقول لي احسب لي الار ام اس، فساعتها كاني هسكور الفراكشن ده، لما اعمله بقى سكويرنج هلاقي اصلا ان الفانكشن شكله اتغير، فبالتالي اخلي بالي ان طريقه المساحات لا تحبذ في طريقه الار ام اس، ولكن لو انت بتتعامل مع افريج ممكن تستخدمها، فساعتها انا استعملها في الافريج لكن في الار ام اس ما تستعملهاش. طيب فعامه بقى دلوقتي ممكن تقول له انك انت المساحه الكامله دي بتساوي كام؟ دي اول حاجه البيك فاليو اللي انت عايز تحسبها. المساحه دي كلها بتساوي 2 مضروبه في مساحه المثلث ده، انت عندك مثلثين فهات واحد اضربه في 2، 2.5 مضروبة في صفر ل تي، يعني دي تي على 2 مضروبة في تي على 2 مضروبة في البيك فاليو، فساعتها 2 هتطير ال 2، فساعتها كأني بقول ده كله بيساوي بي تي على 2، وأنا عارف إن افريج فاليو بتساوي التكامل سواء بقى تكامل مساحات أو أي كان مقسوم على تي، فالكلام ده كله هتقسمه على تي، فتلاقي ساعتها ان دي طيرت دي، يعني ساعتها ان الافريج فاليو بتساوي البيك فاليو على 2، والافريج فاليو بتساوي 2، فالبيك فاليو هتساوي ايه؟ هتساوي 4، فبالتالي انت كده الحمد لله جبت له البيك فاليو. البيك فاليو او الماكسيمم فاليو او القيمه القصوى يعني فعلا بتساوي 4، هو ده حل المعيد. نيجي بقى لتاني حاجه، وهي ان هو عايز الار ام اس فاليو. مبدئيا كده انت عايز تشتق العلاقه بتاعت الار ام اس فاليو، فانت يعني امرك لله ساعتها بقى تقول له انك انت عندك الفانكشن ده، ده على دوره كامله مثلا، دلوقتي هات له علاقه بتاعت الفانكشن ده، فالعلاقه بتساوي ايه؟ دلوقتي انا عارف ان القيمه هنا دي الاي ماكسيمم او بي اللي هي بيك فاليو، ودي بتحصل عند ايه؟ في النص بالظبط، يعني عند تي على 4، فبالتالي كاني بقول ان الفانكشن بتاعي في الحيز ده من صفر لتي على 4 معادلته ايه؟ دلوقتي كاني بقول عايز دلوقتي معادله لخط مستقيم ما بين نقطتين، نقطه تي على 4 وبي ونقطه صفر صفر، فبالتالي هتطلع لي معادله بالشكل ده. دلوقتي انا عارف ان المفروض الاكسس ده بتاع تي،
فلما اطلع معادله لازم تكون بدلاله تي، تي سمول اللي هي ساعتها التايم. وساعتها بقى بحلله المعادله دي عادي جدا. دلوقتي انا عارف ان انا عشان اجيب معادله خط مستقيم عندي كذا طريقه، يا اما اقول له واي بتساوي ام اكس بلس سي وساعتها اعوض بنقطتين واحل المعادله في مبنى عشان اجيب خط الام والسي، او ساعتها انا اشتغل دلاله السلوب بتاع الثالثه اعدادي، ايا كان حلها في الاخر هات لي معادله الخط ده. الخط بقى ده هتلاقي ساعتها ان في ميزه، هو نفس الخط ده لكنه مضروب في سالب واحد، فساعتها هتلاقي ان التعريف الثاني هو نفسه ده، بس سالب 4 بي مقسوم على تي كابيتال يعني، وكله مضروب في تي. وبعد كده في الاخر هتلاقي ان في الفتره الثالثه رجع لك لموجب تاني، والفتره بقى برضه طلع لك بسالب. فدي ساعتها هي المعادله التوصيفيه للويف بتاعتك في فتره كامله اللي هي من الصفر لحد تي. خلي بالك في اصل كانت المفروض دي كلها سالبه، لكن انا عشان قلبتها بالريكتيفيكيشن فبقت موجبه. طيب دلوقتي بقى يجي لك واحد يقول لك ساعتها ان انا عايز الار ام اس فاليو، فبعمل ايه؟ بعمل سكويرنج للفانكشن. هنا بقى ساعتها بتعمل سكويرنج للفانكشن تلاقي ان بقى عندك حاجه حلوه جدا، ايه هي؟ ان السوالب كلها هتطير، فتلاقي ساعتها كان الاف سكويرد هتساوي 16 بي سكويرد على تي سكويرد، تي كابيتال يعني هي بتاعت البيريود مش بتاعت التي المتغيره، مضروبه في تي سكويرد. وفي التعريف التاني برضه طلع لك نفس الناتج، والتالت نفس الناتج، والرابع نفس الناتج. السالب والموجب اللي كان عاملين مشكله ساعتها خلصت منهم الحمد لله. وساعتها امسك بقى الداله دي وكمان فتره كامله من صفر لحد تي، والناتج ده كله في الاخر ومقسمه على تي، واخد سكوير روت للكلام ده كله. في الاخر يطلع لك علاقه حلوه جدا ان الار ام اس بتساوي 1 على روت 3 لاي ماكس اللي هي نفسها البي، يعني فرق رموز لا اكثر. وانت جبت الاي ماكس من المطلوب الاولاني، فعوض ساعتها وجيب له الاي ار ام اس الحقيقيه. يجي لك بقى موضوع الخطا. الخطا بيساوي ايه؟ الفرق بين القرايه الحقيقيه والقرايه المغلوطه على القرايه الحقيقيه في 100%. ايا كان بقى دلوقتي انت عارف ان القرايه الحقيقيه فعلا اللي انت فطست عندك يكون صح يعني للار ام اس بتاع الويف دي هي دي، لكن القرايه المغلوطه هي 2.22 اللي هو اصلا قال لك ان هي القرايه بتاعت الايه؟ بتاعت الجهاز اللي هو المفروض عملها كان دي كانت ساين ويف. فبالتالي بتجيب الايرور خلاص عادي جدا بالشكل ده. دلوقتي بقى قال لك انا عايز ان انا اتجنب الخطا ده، اعمل ايه؟ ساعتها عندي حل من اتنين. اول حل ان استخدم جهاز الام اي اي، عشان ده زي ما قلنا ان هو لما بدخل له اي ويف ربنا خلقها بيسلك الار ام اس فاليو بتاعتها عادي جدا. او انك انت تاخد الرقم ده وتضربه في حاجه اسمها كوركشن فاكتور. ايه الكوركشن فاكتور ده؟ دلوقتي انت عارف ان المفروض القرايه الحقيقيه كانت 4 على روت 3، والقرايه الخزعبليه بتساوي الرقم ده. فانت ساعتها كانك بتقول انك انت عايز اي قرايه اكس مثلا، وهنا قرايه اسمها واي. دلوقتي انت عارف ان اكس هي القرايه الصح اللي انا عايزها، صح؟ ايوه. وواي هي القرايه المغلوطه اللي انا مش عايزها، صح؟ ايوه. بس اللي بيطلع لي على الجهاز، اللي بيطلع لي على الجهاز هو الواي، لكن عايز الاكس، صح؟ ايوه. فالاكس بقى بتساوي ايه؟ كروس مالتيبليكيشن او مقص. الاكس بتساوي القرايه الحقيقيه اللي هي المفروض القرايه المصححه يعني، او اللي انا عملت لها تعديل، بتساوي واي في 4 على روت 3 مقسومة على 2.22، او بقى الرقم ده كله ساعات بيسموه معامل التصحيح او الكوركشن فاكتور. ولكن عادة يعني لما الدكتور يسأل السؤال ده يستحسن انك انت تشتغله من سكة انك انت تستخدم جهاز احسن. يعني ايه؟ لو مثلا في اي ويف تانية انت عايز تدخلها فتعمل ايه؟ استخدم الام اي اي بس. وخلي بالك ان الدينامومتر برضو اللي خدناه مع دكتور خالد بيقوم بكل مهام الام اي اي، فبالتالي ممكن تقول له برضو استخدم دينامومتر عادي جدا. ولكن زي ما قلنا الدينامومتر ده اصلا يعني فائدته اصليه واللي مفرقه ومميزه عن ام اي اي ان هو اصلا بيشتغل حلو كوات ميتر وبيقيس لك الباور حلو جدا. نيجي بقى للمساله دي، ودي كانت معتمده على فكره كنا خدناها في الاوميترز.
دلوقتي احنا عارفين ان انا عندي انواع اوميترز، والانواع دي المفروض ان هي بتكون ستاندرد، وعندي انواع تانية شاذة. وانا عارف ان في الانواع ستاندرد دي اصلا ممكن احفظ المعادلة على طول بتاعة الاف واعوض بيها على طول. فعامة انت عارف ان اول نوع هو نوع السيريز الاصلي، ساعتها بتعمل ايه؟ بيكون المفروض عندك دايرة عادية جدا فيها مقاومات سيريز مع بعض كلها، وعندك بطارية، والدايرة دي اصلا دي بتكون فيها فراغ كده انت بتقفله بالمقاومة اللي انت عايزها، كأنك بتوصل المقاومة سيز مع الدايرة دي كلها. وملحوظة، لو جالك واحد مثلا وحط لك ولنفترض مثلا جدلا مقاومة بالشكل ده، المقاومة دي بارلل مع المقاومة دي، فأنا ممكن اختزلهم في مقاومة واحدة ساعتها ويعتبروا كأنه دايرة سيز عادية جدا. ولكن الموضوع هيكون صعب ودمه تقيل لو حطيت المقاومة هنا، لان كده اخليت بشكل الدايره السيز لكل عناصرها المفروض تكون سيز مع بعض. نيجي بقى لدايره تانية، هي سيز برضو ولكنها فيها حاجه. انا جيت عند مقاومه الموفينج كويل وحطيت شنت، بس برضو زي ما قلنا هي دايره سيز اصلا. ليه؟ لانك انت ممكن تختزل اللوكشه دي كلها في مقاومه واحده برضو، وهتحافظ لك برضو على الشكل السيز العادي جدا. وفي اي شكل من شكلين السيز دول ساعتها بقول له ان الاف بتاعتي اللي هو النسبه ما بين التيار اللي بيمر ساعتها في الموفينج كويل في اي فتره والتيار بتاع الفول سكيل بيساوي 1/1 + x، لا مقاومه مجهوله، مقسومه على المقاومه الكليه بتاعه الدايره بتاعتي من غير الاكس في اي حاله من الاثنين دول. في بقى نوع ثالث وده مختلف شويه، بيكون فيه ايه؟ بيكون حاجه بالشكل ده، المفروض دايرة أصولا تبقى سيريز ساعتها، فيها مقاومات سيريز كلها مفروض، ومعاها الموفينج كويل ومعاها بطارية. ولكني جيت بقى ساعتها ووصلت المقاومة بتاعتي بارلل للموفينج كويل، فساعتها ده بقى اسمه شانت أوميتر. كأني قلت إن المقاومة اللي بقيسها بقت شانت للموفينج كويل بتاعي. وملحوظة مهمة جدا، المقاومة بتكون ساعتها بارلل لإيه؟ بارلل للموفينج كويل. يعني لو جالك واحد وحط لك المقاومة هنا، لا دي دايرة شاذة، فما تحفظلاش قوانين واشتق القوانين من الأول خالص بالطول اللي احنا قلنا عليها في فيديو الأوميترز. فعامة بقى الشانت أوميتر هو العادي جدا ده، معادلته المفروض اللي انت ممكن تطبقها على طول زي ما في المسألة اللي احنا هنشوفها جت في الترم التعويضي، اللي هي المفروض بالشكل ده، 1/1 + المقاومة الكلية على إكس. في الحالتين اللي فاتوا كانت اكس على المقاومه الكليه. تمام. وملحوظه بقى ثالثه، ودي اصلا هي اللي قايمه عليها المساله دي، لو جالك واحد وقال لك ان انا حطيت مثلا مقاومه هنا ومقاومه هنا، هل ده باظ شكل الشنط؟ لا. ليه؟ لان ممكن اختزل المقاومتين دول في مقاومه واحده والمقاومتين دول في مقاومه واحده، ويبقي لي على شكل الشنط العادي جدا. هي دي ببساطه الفكره بتاعه المساله بتاعه الاوميترز اللي جت في الامتحان. هو قال ان فيه نوع اوميتر، وقال ان هو شان تايب عادي جدا، وقال لي ان الموفينج كويل بتاعه بيستخدم 10 ملي امبير. وزي ما قلنا من ايام اول فيديو خالص بتاع البي ام ام سي، ان لو قالك ان عندك موفينج كويل ووصفه لك وصف تياري، يبقى كان بيقولك ان التيار الماكسيمم اللي بيمر فيه في الموفينج كويل ده يعني 10 ملي امبير. طيب، وقال لك ان المقاومه الداخليه بتاعته بتساوي 5 اوم، يعني ساعتها كانك بتقول له ان الدايره دي سيز معاها مقاومة ار ام بتساوي 5 اوم، والتيار الماكسيمم اللي داخل فيهم كلهم بيساوي 10 ملي امبير. بس هو ده اللي احنا عايزينه. وقال لك ان البطارية اللي مقومة الدايرة دي كلها بتساوي 3 فولت. قال لك بقى انا عايز ان انا العب في الدايرة دي بان احط مقاومات شانت اكروس، يعني بارلل للموفمنت اللي هي موفينج كويل، يعني بحيث ان المفروض لما العب اللعبه دي اللي يحصل الاداه بتاعتي او الموفينج كويل بتاع او الموفينج كويل بتاعي الموفمنت بتاعي يعني يقيس لي تيار نص اوم عند الميد سكيل، يعني ساعتها في نص السكيل بالظبط يبقى عندي نص اوم. مبدئيا كده المساله دي ممكن تكون بالنسبه لناس كتيره جدا معقده، ولكن اول حاجه بعد ما تسمي لنا كنت ترسمها، ارسم له المساله دي وحط له الجيفن بتاعك على الرسمه، وفكر كده تفكير منطقي ازاي توصل اللي انت عايزه.
فعامة هو ده الشكل الستاندرد اللي انا عايزه. عندي بطارية وعندي مقاومة كده، والمقاومة الأصلية بتاعة الموفينج كويل، والشنط اللي انا حطيته بارلل ليها، والكلام ده كله بقى ساعتها حطيت عليه بقى المقاومة بتاعتي اكس اللي انا معرفهاش لحد دلوقتي. اخلي بالي طبعا ان الشكل ده برضه ما يزال يعتبر شنط اوميتر مش اوميتر شاذ. ليه؟ عشان انت ممكن تختزل اللوكشة دي كلها اصلا على انها مقاومة واحدة عادية، وساعتها كأنك ايه قلت له انها لغيت الاتنين دول وحطيت مقاومة واحدة برضو، والمقاومة دي هي بتاعة الموفينج كويل، يعني كأنها ساعتها ايه بقت بارلل للحاجة اللي انا عايز اقيسها، فبالتالي الموضوع سهل بالنسبة لي الحمد لله. تاني حاجة زي ما قلنا اكتب له معادلة الاف بتاعتك اللي هو الديفليكشن في الفراكشنال ديفليكشن، وزي ما قلنا انت عايز تستنتجه من الاول خالص معاك الله، بس هتلبس في الوقت اصلا وهو مش عايزك تستنتج الا لو قالك استنتج لي المعادله، قالك ديديوس للمعادله لكن ما قالكش، فبالتالي بتقول له ان معادله عشان تحفظها اصلا 1/1 زائد الار انبوت على اكس. السؤال بقى الار انبوت دي بتساوي ايه؟ زي ما قلنا انك انت بتحسب المقاومات بتاعت الدايره كلها من غير الاكس، فانت تبص من ناحيه الاكس كده وتشوف المقاومه الكليه بتاعت السيستم ده بيساوي ايه. مبدئيا كده انت عارف انك انت لو عندك اي independent source وبتحسب مقاومة بتعمل له deactivation، ولو voltage source ساعتها كأنه open circuit كأنه short circuit كده سلكة اللي هي طريقة Thevenin والناس دول، فساعتها عندك تلات مقاومات بارل مع بعض R shunt مع RM مع R1، فبالتالي المقاومات دي كلها بتساوي ايه؟ كان ساعتها بقول ان واحد ان ال R input ده كله بيساوي ال R shunt بارل RM بارل R1، وانت عارف لو عندك مقاومات كتيرة بارل مع بعض ساعتها من ايام ثانوية عامة ان واحد على ال R equivalent بتاعهم بيساوي واحد على المقاومة الأولى زائد واحد على المقاومة التانية زائد واحد على المقاومة التالتة، وبعد كده في الآخر تقوم بقى عاكس الكلام ده كله عشان تجيب ال R equivalent لوحدها. فببساطة هو ده اللي هو عمله لي، وهو قال لي ساعتها خلي بالك من حاجة مهمة جدا. ايه الحاجة المهمة دي يا عم الحاج؟ قال لي دلوقتي ان الميد سكيل ريدنج اللي هي القرايه بتاعت نص السكيل بتساوي نص، يعني ساعتها كاني بقول ايه اول حاجه يعني قرايه نص السكيل. انا عارف ان التعريف الرئيسي بتاع القرايه دي هي القرايه اللي عندها التيار اللي بيمر في الموفينج كويل بتاعي نص التيار بتاع الفول سكيل، يعني اللي عندها الكلام ده كله بيساوي نص، فساعتها بعوض هنا بنص، والاكس قال لي ساعتها ان هي بتساوي 0.5، وساعتها في الاخر بحل معادله في مجهول واحد اللي هي تبقى حاجه بالشكل ده. المفروض انا بس هندلت شكل المعادله، جبت له ار انبوت كلها في جنب واحد عشان اقدر ساعتها اعوض معادله ان ار واحد بقى للار ام بقى للار شنت والكلام ده، وهو مديني ار ام قيمتها بكام؟ ب 5 اوم. مجرد بس كده ان انا هندمت المعادله عشان بس ان انا احلها، وفي الاخر هندم اكتر فيطلع لك اول معادله هي حاجه بالشكل ده، بتربط لك ما بين قيمة الار واحد اللي انت ما تعرفهاش وقيمة الار شنت اصلا هو عايزها. طيب احنا زي ما قلنا ان اي اوميت ربنا خلقه انت بتجيب المعادلات بتاعته من حاجتين، اول حاجة من الميد سكيل اللي هو ساعتها يقول لك ان عند الميد سكيل والله مثلا المقاومة بتساوي كذا، فساعتها خلاص بتشتغل وتجيب اول معادلة. تاني بقى معادلة بتجيبها منين؟ من الكونديشن بتاع الفول سكيل، بمعنى انك انت بتتخيل كده ساعتها انك انت عايز تجيب تيار ماكسيمم بيمر لك ساعتها في البتاعه دي، وتسال نفسك ده هيحصل امتى؟ لما الاكس بتساوي صفر ولا الاكس بتساوي انفينيتي؟ دلوقتي انت عارف الاكس لو بتساوي صفر ساعتها ايه اللي هيحصل؟ دي كلها كانها شورت سيركت وهتقضي لي على المقاومه دي، يعني ساعتها كان الجنب ده كله مقاومته بتساوي صفر. طب لو فرضنا جدلا ان المقاومه دي كلها بتساوي انفينيتي، يبقى دي كانها اوبن سيركت، يعني كانها اصلا هوا، وبالتالي الار شانت لسه موجوده، وبالتالي هنا في مقاومه، يعني في الحاله الاولى ما كانش في مقاومه، الحاله الثانيه بقى في مقاومه. الحاله الاولى التيار المفروض اللي هيتشعب لي هنا، يعني مثلا لو سي ان في الحاله الاولى زي ما قلنا خلاص اقتنعنا ان المفروض دي كلها كانها شورت سيركت، فلو دي شورت سيركت اي تيار داخل هنا هيتشعب كله في السلكه دي،
يعني كان برضو المقاومه دي اتلغت، يعني كان اصلا التيار هنا بيساوي ايه، بيساوي صفر. ولكن لو اكس بتساوي انفينيتي يبقى ساعتها كان دي اوبن سيركت، وساعتها يكون في تيار عادي جدا هنا. فبالتالي حاله اكس بتساوي صفر مفيش تيار اصلا، لكن حاله اكس بتساوي انفينيتي في تيار، وانا ما عنديش غير حالتين دراسه فول سكيل، يا عند صفر يا عند انفينيتي. انهي حاله التيار فيه اكبر ما يكون؟ عند اكس بتساوي انفينيتي. فبالتالي لو جبت التيار عند اكس بتساوي انفينيتي، معادله سيركتس عاديه جدا، هبله جدا، عبيطه جدا، اشتغل بقى باي طريقه عايزها بقى، مش عارف بقى كي في ال كي سي ال. ولكن احسن حاجه انك انت تستعمل ايه بقى، تجيب له المقاومه الكليه وتقسم الفولتج على المقاومه، وبعد كده تشعب التيار بالكارنت ديفايدر يعني ايا كان في الاخر. فانت هات له علاقه تجيب لك التيار اللي بيمر لك بقى فين، اللي بيمر لك في الكويل بتاعك. عيش بقى مع نفسك وهات العلاقه دي، ساعتها بقى طلعك المعادله التانيه، حل بقى الاتنين مع بعض باي طريقه تعجبك مع نفسك خالص، وهتجيب له قيمه المقاومات اللي هو عايزها. يعني بس الفكره الوحيده في مساله الاوميترز دي، دكتور نجار كان بيقول لك يعني انك انت ممكن تحول اي حاجه قد تظهر شاذه ليك لحاجه ستاندرد. يعني انت ممكن تحول الشنطه، حتى لو ركب لك شنطات زياده، شنطه اوميتر ستاندرد عادي جدا. وحتى السيلز برضه ممكن يعمل فيه نفس المشكله يعني عادي جدا. فعشان كده بالله عليك ما تحفظش في الاوميترز، وانت لو موسوس قهريه ممكن تشتق المعادلات من الاول خالص اللي تجيب بيها ساعتها الاف دي. ولكن زي ما قلنا هتتعب نفسك، واصلا هتلاقي نفسك انك انت اتلخبطت. اخر بقى مطلوب يعني المفروض عبيط جدا، قال لك ساعتها هات لي قرايه الاوميتر لما الديفليكشن بتاعي يبقى 70%. عبيط جدا ليه؟ مش انت خلاص جبت له ار شنط والار عاديه؟ ايوه. يعني ممكن تجيب له ار انبوت صح؟ ايوه. وتحطها في المعادله دي صح؟ ايوه. فانت عدد قيمه الار انبوت. الاف قال لك هي بتساوي 70% يعني 0.7. عندك الكلام ده كله معروف، ار انبوت 1 1 0.7، المجهول الوحيد هو اكس. حل المعادله دي باي طريقه تحبها ساعتها، وهتطلع بقيمه الاكس الحمد لله. نيجي بقى للسؤال الثالث، وده مخصص لجهاز الام اي اي، وعامه هو سؤال تافه. المطلوب قوي منه يعني سؤال تافه ليه؟ لانه اصلا المطلوب الاول ده يعتبر كله حاجات نظري. ارجع بقى ساعتها لما لازم ولا المحاضرات، وشوف بقى النظر ده ساعتها، وابقى لو جالك في الامتحان يعني اكتبه. نيجي بقى للسؤال التاني، وده عامه سؤال فيه فكره حلوه جدا. دلوقتي زي ما قلنا انك انت مثلا ساي لو عندك مقاومتين حلوين بالشكل ده، R1 وR2، ودول موجودين في سيستم كبير، وش انت ممكن تقول له ساعتها انك انت ممكن تعبر عن السيستم ده كله بدلاله مقاومه مكافئه او مقاومه ايكوفالنت صح بتساوي ايه؟ بتساوي R1 زائد R2 صح؟ ايوه. دي اول فكره. تاني فكره، انت عارف دلوقتي ان لو درجه الحراره تتغير يبقى ساعتها المقاومه بتتغير، وانت كنت خدت علاقه بتقولك ان المقاومه المتغيره دي بتساوي ايه؟ بتساوي المقاومه قبل التغير افتح قوس 1 زائد الفا، والفا ده ثابت حراري خاص بالماده اللي مقاومه مصنعه منها مضروبه في فرق درجه الحراره. يعني مثلا ساعتها لو درجه الحراره مثلا زادت 10 درجات، يبقى ساعتها تحط مكان دلتا تي 10، والالفا ثابت خاص بالجهاز، والواحد ده ثابت اصلا برقم عادي، والار نود المفروض ان هي المقاومه قبل التغير. لحد هنا كويس جدا. جالك بقى واحد ساعتها وقال لك ان انا لو عندي مقاومتين مصنعين من مادتين مختلفتين، دلوقتي زي ما قلنا ان انا ممكن اعبر عن اللوكشه دي كلها بمقاومه واحده صح؟ ايوه. طب مش اللوكشه دي كلها برضو ممكن اعبر عنها بالفا واحده، الفا مكافاه؟ ايوه. ازاي؟ دلوقتي مش انا عارف ان الار ايكوفالنت بتساوي R1 زائد R2؟ ايوه. لو فكيت الكلام ده كله بدايه الحراره، مش المفروض برضه ان انا عارف، ودي يعني المفروض ان هي حاجه بديهيه، ممكن ساعتها ان دي بتساوي ار ايكوفالنت، وافتح قوس 1 زائد الفا ايكوفالنت في فرق درجه الحراره صح؟ ايوه. والكلام ده كله بيساوي ايه؟ R1 مضروبه في 1 زائد الفا بتاعه المقاومه دي مضروبه في دلتا تي صح؟ ايوه. ونفس الكلام مع R2 صح؟ ايوه. ممكن ساعتها بقى افك المعادله دي والدلتا تي تطير بعضها، وانا عارف قيمه R equivalent قبل التغير، والR1 قبل التغير، وR2 قبل التغير ساعتها،
وانت عندك الالفا بتاعت المقاومه دي والالفا بتاعت المقاومه دي، فتجيب له الالفا بتاعت الايكوفالنت ده كله بدلالات الحاجات دي كلها. معادله بسيطه هي دي، بس الفكره بتاعت المساله دي. ودي تقريبا اول مره برضه تيجي فكره زي كده في الامتحانات، ولكنها فكره بديهيه انك انت بتعبر عن اي حاجه بدلاله ايه، بدلاله الايكوفالنت بتاع السيستم كله. نيجي بقى للسؤال. هو قال لك دلوقتي انك انت عندك كويل، والكويل ده المفروض ان هو في جهاز موفينج ارم فولت ميتر، يعني دلوقتي ان عندك المفروض يعني ام اي بالشكل ده، وعندك المقاومه بتاعته، وانت عارف ان اي اصلا فولت ميتر يعني بيحتاج مقاومه المفروض تكون سيريز معاه بالشكل ده. طيب لحد هنا كويس جدا. وقال لك دلوقتي ان الكويل ده اللي هو المفروض اللي ليه علاقه بالدايره دي يعني، او البوينتر يعني اللي بيتحرك ده السيستم يعني في البوينتر بيتحرك، قال لك المقاومه بتاعته بتساوي 400 اوم. يعني ار ام بتساوي كام؟ بتساوي 400 اوم. لحد هنا بيس جدا. وقال لك ساعتها ان في اندكتنس برضو المفروض تكون موجوده، وقال لك ان هي بتساوي 3 ارباع هنري. طيب لحد هنا كويس جدا. نكمل بقى ساعتها ونشوف هو عايز منك ايه. قال لك دلوقتي ان الكويل ده مصنع من نحاس، وقال لك ان الثابت بتاع المقاومه الحراريه يعني اللي هي الفا بتاعته بتساوي الرقم ده. وقال لك ان المفروض دلوقتي لو انا جبت السيستم ده كله على بعضه كده، الفولت متر ده كله على بعضه يعني، وحطيت عليه فولتج 150 فولت ودي سي، يبقى ساعتها التيار اللي هيمر لي في السيستم كله بيساوي 0.05 امبير. طيب لحد هنا كويس جدا. وقال لي ان المقاومه السوداء دي اللي هي المفروض اللي هي سيريز معاها، سيريز مع السيستم ده كله، قال لي ان المفروض الالفا بتاعتها بتساوي الرقم ده. قال لي اول مطلوب بقى ايه؟ احسب لي الالفا الكليه بتاعت الجهاز. مبدئيا كده الالفا الكليه بتاعت الجهاز يعني كانك انت عايز تجيب اول حاجه الار اكويفالنت بتاعت الجهاز. الار اكويفالنت هتساوي ايه؟ هتساوي الار ام دي زائد الار السوداء اللي هي بتاعت المقاومه السيريز. طب اجيب بقى الار دي منين؟ دلوقتي انت عارف ان هو مديك شرط، قال لك ان انا لو طبقت 150 فولت على السيستم ده كله، التيار اللي المفروض هيمر لي ساعتها في الدايره بتاعتي 0.05 امبير. فانت دلوقتي كتب له معادله حلوه جدا بتوصف لك الفولت والتيار والمقاومات اللي موجوده. وقال لك الحمد لله دي سي فولت، يعني ايه ساعتها؟ يعني كان الاندكتور ده المفروض يقلب شورت سيركت، فساعتها مش هتشتغل بنظام الامبيدنس، هتشتغل بنظام الريزيستنس. فبالتالي تقول له 150 اللي هو 150 فولت يعني بيساوي التيار هو بيساوي 0.05 مضروب فيه مجموع المقاومتين، هي الار شانت زائد الار ام، هي بتساوي 400 اوم. وهات له بقى ساعتها قيمه الار شانت. هنا كويس جدا، ولكن بقى للاسف في مشكله. ايه المشكله؟ ولنفترض سيناريو نجس ان هو ساعتها في الامتحان قال لا انا عايزك انك انت تحط لي فولتج اي سي، ساعتها هعمل ايه؟ امرك بقى لله، هات له بقى الايكويفالنت امبيدنس بتاع السيستم ده كله. الامبيدنس بتساوي ايه؟ ار شنت زائد ار ام زائد جي اوميجا ال، وهو هيكون مديك الاوميجا. هو ده الامبيدنس الكليه، وانت عايز المقدار بتاع التيار صح؟ ايوه. يعني عايز مقدار الامبيدنس صح؟ ايوه. مقدار الامبيدنس بيساوي ايه؟ الشق التحقيقي الحقيقي بتعمل له سكويرنج زائد الشق التخيلي سكويرنج كله تحت الروت. يعني ساعتها كانك هتقول ان ار اس زائد ار ام ده كله هو الشق الحقيقي، والكلام ده كله هيكون ساعتها متسكور، زائد اوميجا ال هو الشق التخيلي وده كله متسكور، والكلام ده كله المفروض يكون ساعتها ايه؟ تحت الروت. وساعتها بقى عوض له، بس هتتعب ساعتها وتتسحل. لكن الدكتور يعني حب ان هو ايه يبسط المساله، فقال لك لا يا عم الحاج بص انت حط لي مكان الاي سي دي سي. فبالتالي الحمد لله البتاع بنت الكلب دي كلها كانها بقت شورت سيركت. وجبت له أرشنت عادي جدا بمسألة عادية جدا تافهة جدا من أيام إعدادي. الأر توتال بقى الأر إيكويفلنت هتساوي إيه؟ هتساوي ده زائد ده يعني 300. وساعتها بقى إحنا عارفين إنك أنت بتطبق له المعادلة الجميلة الكيوت بتاعتك، إنك أنت بتفك له كل حاجة. أنت عارف إن الأر توتال دي المفروض بتساوي أر إس زائد أر إم،
فك كل حاجة من دول بدلالة القيمة الأصلية وألفا ودلتا تي، وبسط في المعادلة بقى لحد الآخر وساوي الجنبين ببعض وحل معادلتين، وفي الآخر تطلع إن ألفا توتال بتساوي الرقم ده. فأول مطلوب أصلا ده يعتبر هو مطلوب عادي جدا، وأصلا هو عادي جدا، هو مش دعوة بالـ MII أصلا، ممكن الدكتور يعني لو حب يجيبهولك أصلا في أسئلة PMMC عادي جدا. لكن بقى المطالب اللي بعدها هي فعلا للاتصال بالـ MII، ولكن المطالب بعدها أصلا دي مطالب عادية جدا، وخدنا مسائل أصعب منها كمان في الشيت يعني، بس التركة في المسألة دي كانت في أول جزئية بس، لكن الباقي كان أصلا سهل. يعني مثلا قال لك دلوقتي لو فرضت جدلا ان انا دخلت مره 150 فولت دي سي ومره 150 فولت اي سي والفريكوانسي بيساوي 100 هرتز، ساعتها بقى هات لي القرايه بتاعت كل واحده من دول. مبدئيا كده انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق كده في الفولت ميتر ان هو ايه، بيقيس التيار ويضربه في فاكتور معين فيطلع لك الفولت. الفاكتور ده بقى ساعتها لو انا شغال بنظام الدي سي هيبقى كله مقاومات اوميه بحته، فبالتالي للاسف لما دخل حاجه فيها اي سي المقاومه اتغيرت، لكنه عشان غشيم هيضرب في المقاومه القديمه لو متسيستم عليها اللي سكيل كله اصلا مضروب فيها، فيحصل لي خطا في التيار، وساعتها بقى الاقي ان الدنيا كلها بهوات مني. فكانت النتيجه قال لي بقى شوف لي بهوات دي نظامها ايه. فانا اول حاجه هفرض ان السيستم بتاعي معمول له كاليبريشن او مظبوط على الدي سي فاليو، يعني ساعتها بيجيب لك القيمه بتاعه الفي ازاي، ان هو بيجيب لك التيار اللي هو اسهولك لك ده، والسكيل كله مضروب في المقاومه الكليه اللي بتساوي 3000. طيب لحد هنا كويس جدا. وبعد كده بقى في الاخر يقول لك انا بقى ساعتها لو دخلت عليه فولت 150 وال 150 ده المفروض ان هو ايه عند فريكوانسي بيساوي 100 هرتز، اول حاجه لازم تعمل ايه، هو بيقيس قيمه التيار او مقدار التيار ده ومبصمج يضربه في 300 على طول صح؟ ايوه عشان ده معمول له كاليبريشن على دي سي. طب التيار ده اصلا مقداره ايه؟ ساعتها بقى ارسم دايره كده محترمه 150 فولت اصلا مطبقين على ار شانت اللي هي بتساوي 2600 وار ام هي بتساوي 400 باين، وهنا بقى ساعتها هات له القيمه بتاعت الجي دي بتساوي اوميجا في ال يعني 2 باي في 100 عشان دي خلي بالك اف مش اوميجا، وفي الاخر بضربها فيها في قيمه 0.7 بعمل هي ساعتها ايه ال اللي هو مديها لي، وساعتها في الاخر بقول له بص يا عم الحاج انا عايز مقدار صح؟ ايوه يعني الشق الحقيقي سكويرد زائد الشق التخيلي سكويرد، وساعتها في الاخر بجيب له قيمه التيار ده. القيمه دي تقوم رازعها في المعادله اللي السيستم بيبصمج عليها، وفي الاخر هتطلع قيمه القرايه بتساوي الرقم ده. هنا بقى قال لك انا عايز الالتريشن اصلا او الفرق او التغير ما بين القرايتين، يعني هات له بس الديفرنس ما بينهم، اطرح بس ال 150 هي القرايه الاصليه بتاعت الدي سي والقرايه بتاعت الاي سي 148 مش عارف 0.18، وبعد كده في الاخر ده هو الالتريشن. يعني بس هو كانه بيقول لك ايه انك انت تشوف له الفرق في القرايات، يعني حتى مالكش احسب خطا. يعني لو قال لك في الامتحان احسب لي alteration يعني احسب لي تغير، التغير في اي حاجه يعني ايه؟ يعني دلتا، دلتا يعني ايه؟ يعني قيمه ناقص قيمه بس، ولكن بقى تقول مش عارف بقى خطا برسنتج والكلام ده كله لا مش عايزين. اخر بقى مطلوب وده كان جه برضه في امتحان الميدترم الاصلي والناس كلها حلته، ازاي اعالج الخطا ده؟ باني احط كاباستنس قيمتها ايه؟ قيمتها الاندكتنس بتاعه الموفينج كويل على المقاومه بتاعت الشنط سكويرد يعني. وهنا بقى خلي بالك الاميتر علشان تعمل له ساعتها كاليبريشن وتشيل الخطا بتاع تغير الفريكوانسي والكلام ده كنت بتقول له ان ايوه ال ام على ار ام بتساوي ال شنط على ار شنط لو هو اميتر، ولكن لو هو فولت ميتر يعني يبقى ساعتها بتقول له لا ده انا احط كاباستنس بارلل مع الشنط بتاعي وساعتها قيمته بتساوي ال ام على ار شنت سكويرد، وساعتها في الاخر بيطلع رقم بالشكل ده. كده احنا الحمد لله خلصنا امتحان الميد ترم التعويض، وده فعلا كان فيه كميه افكار حلوه جدا، وعشان كده احنا بدانا بيه، عشان انا لو كنت بدات اصلا بالميد ترم العادي اللي كنا اصلا دخلناه تقريبا كانت ممكن الناس تعمل مشكله تقول لها خلاص يا عم الحاج نقفل الفيديو، فاحنا بدانا بالميد ترم اللي الناس ما بتبصتش فيه
واللي فيه افكار احلى بكتير من الترم الاول من الترم الاصلي، واللي باذن الله ممكن دكتور يجيب فكره من الافكار دي في الفاينل. هنفتح بقى من الترم الاصلي بتاعنا وهنشوف بس الاسئله اللي فيها تريكات فيه عشان ما نطولش وقت الفيديو، وبعد كده هنشوف بقى كام تريكه في فرع دكتور نجار بعيدا عن الترمين دول. المساله بتاعت بي دي المفروض قال لي ساعتها انك انت عندك بريدج ريكتفاير، وقال لي ساعتها ان المقاومه بتاعته 250. طب مقاومه الايه؟ مقاومه يعني ده فولت ميتر، مقاومه الشنط السيريز معاه ولا مقاومه الكويل ذات نفسه؟ قال لك لا، ده الموفمنت انترنال ريزيستنس، يعني اصلا هي دي المقاومه الداخليه بتاعه الموفينج كويل، يعني ار ام بتاعتي بتساوي 250. وقال لك ان هو محتاج 1 ملي امبير علشان يعمل لي فول سكيل ديفليكشن. طيب هو قال ان الدايت بتاعي عشان ده اصلا ريكتفاير وبريدج، يعني ساعتها المفروض ان هو ايه بيعمل لي ريكتيفيكيشن بحيث اي حاجه سلبه تبقى كلها موجبه. قال لي ان الدايت الواحد المفروض مقاومته بتساوي 50 اوم في الفورورد، لكن في الباكورد المفروض او في الريفرس بيساوي انفينيتي، يعني ساعتها كانه اوبن سيركت. قال لي اول حاجه احسب لي قيمه المقاومه السيريز اللي انا كنت عليها اصلا دي علشان اخلي الديفليكشن بتاع الميتر بتاعي 250 ار ام اس مبدئيا كده. زي ما قلنا لو قال لك ان هو عايز مقاومه في فولت ميتر معين عشان تخلي لك قيمه معينه للفولت توصل لقيمه فلانيه، اعرف ساعتها ان القيمه التانيه دي اللي المفروض يوصل لها هي الفول سكيل ريدنج، يعني كده بقول ساعتها ان انا عايز العب في الفولت ميتر عشان يقيس لي 25 ار ام اس فولت لحد انا كويس جدا. وقال لي ان الفولت ده اصلا المفروض يكون ايه ساينوسويد، يعني لحد انا كويس جدا. مبدئيا كده بعد ما تستهدى بالله ارسم له الدايره فتبقى المفروض حاجه بالشكل ده. وانت عايز قيمه الارشان صح؟ ايوه. وخلي بالك من حاجه، انت هنا حطيت مقاومتين ليه؟ لان انت عارف ان في البريدج ريكتفاير او الفول ويف ريكتفاير المفروض ان كل دوره بيكون فيه دايدين شغالين، والدايد الواحد مقاومته ب 50 اوم، فساعتها الدايره بتاعتك تبقى حاجه بالشكل ده. وخلي بالك من حاجه ايه، ودي حاجه مهمه جدا وعلى وضعها جدا. دلوقتي لو قلت لك ان عندي موفينج كويل، والموفينج كويل ده المفروض ساعتها ان هو اقصى تحمل ليه تيار معين، يبقى قاعده ثابته الموفينج كويل التيار اقصى تيار بيستحمله ساعتها بيبقى افريج كارنت، يعني ساعتها كاني بقول ان الموفينج كويل ذات نفسه جوه كده لو قلت ساعتها ان اقصى تيار بيستحمله 1 ملي امبير يبقى اعرف على طول ان هو المفروض افريج فاليو. ليه؟ لان كنت عارف اصلا ان اي كويل ربنا خلقه بيتعامل مع افريج فاليوز، لكن انا بمسك السكيل ذات نفسه بضربه في رقم عشان احوله مثلا لار ام اس، لكن في الاول وفي الاخر هو بيعتمد على ايه؟ هو في الاول وفي الاخر ربنا خلقه كده ان هو بيقيس افريج فاليو لاي سي، فبالتالي يبقى كانك بتقول انك انت التيار المعرف في الموفينج كويل ده اللي هو 1 ملي امبير ده ايه افريج فاليو، ولكنه هنا مديك الفولتج على انها ار ام اس فاليو فلازم تحولها افريج فاليو. انت تحسب كله يا اما افريج يا اما كله ار ام اس. وهو كان برضه رحمك. رحمك ازاي؟ انه قال لك ان 25 ار ام اس دول مظبوطين على ساينوسايد، يعني ساعتها انت عارف انك انت عشان تحول اي قرايه ساينوسايد من ار ام اس لافريج بتقسم على 1.11، فساعتها الافريج فاليو بتاعتك بتساوي اللوكشه دي. وساعتها بقى تقوم بقى قايل له بص يا عم الحاج، هعمل ايه بقى ساعتها؟ هطبق كي في ال عشان اجيب قيمه الار اس. ملحوظه بقى، لو جالك واحد قال لك طب انا مش عارف ان ال V بتساوي التيار مضروب في الار شانت زائد الار ام، ايوه الار ام موجود عندي والتيار موجود عندي والفولتج موجود عندي، الكلام ده صح، ولكن لما بتكلم عن فولتج يبقى بقول ساعتها الفولتج اللي عند طرفين الفولت ميتر بتوعي، الفولت ميتر اصلي المفروض فين؟ هنا. يعني كاني بقول ان الفولتج بتاعتي لو انا اطبق بالمعادله اللي فوق دي هي دي صح؟ ايوه. ولكن بذمتك هل الفولتج دي هي نفسها دي؟ لا، لان في مقاومات هنا،
فبالتالي ما تستخدمش الطريقة دي، ولكن قول له هستخدم كي في ال اي عبيطة جدا في الاخر كلمة الارشنت. قالك في تاني مطلوب عايز الحساسية بتاعة الجهاز. ببساطة انت عارف ان اي يعني فولت ميتر الحساسية بتساوي ايه؟ بتساوي الار الكلية اللي موجودة جوه السيستم بتاعه. وخلي بالي من حاجة، الفولت ميتر بتاعي فولت ميتر شاذ، بمعنى ما فيهوش الحاجات دي، بس ده فيه مقاومات براه. عارف كاني بالظبط بقول ايه؟ كاني بقول ان الار سي دي اصلا معاها 50 ومعاها 50 تانية، فساعتها المقاومة الكلية بتاعت السيستم ده كله هتساوي المقاومة دي كلها مقسومة على الفول سكيل ريدنج اللي هي بتساوي 25 على 1.11. لحد هنا كويس جدا. بس دي السنسيتيف دي في ايه بقى؟ دي في حالة الدي سي. لحد هنا كويس جدا. لكن في الامتحان قال لي انا عايز السنسيتيفيتي برضو في حالة الاي سي، يبقى اعمل يعني في حالة الاي سي دي بقى يعني تريكة جديدة، وكان برضو دكتور نجار اول مرة يجيبها يعني في الكورس. لو قلت لك ان عايز السنسيتيفيتي الخاصة بالاي سي، يبقى ساعتها لما بقسم على فولت الفولت بيكون ارمز فاليو، ولكن لو عايز سنسيتيفيتي دي سي يبقى ساعتها الفولت ده بيكون دي سي فاليو، بيكون افريج فاليو معلش. فساعتها انت بتقول له ان في حاله الاي سي بتقسم له على ايه؟ بتقسمه على الافريج فاليو. هنا بقى ملحوظه مهمه جدا، ايه الملحوظه دي؟ لو انت بتتلخبط ساعتها اسال نفسك هو ايه اهم قيمه بتهمني في الدي سي؟ الافريج فاليو. لكن في الاي سي ايه اللي انا بتعامل معاه بكثره اصلا وايه اللي انا بحتاجه اصلا بكثره؟ الار ام اس فاليو. فعشان كده اصطلحوا ان في السنسيتيفيتي يعني في الاي سي يخلوها كانها ار ام اس فاليو. وعامه المساله دي كنا حلناها بالتفصيل ممل في فيديو الريكتفايرز، يعني انت لو عايز تشوف تفاصيل اكتر ليها وباك جراوند اكبر ليها وتفاصيل اكتر ليها ممكن ترجع لفيديو الريكتفايرز، كانت مشروحه في حوالي 10 دقائق. اخر مطلوب بقى قال لك ساعتها ان انا لو حطيت 250 اوم بارلل مع الموفينج كويل. لحد هنا كويس جدا. قال لي بقى احسب لي قيمة المقاومة السيريز اللي تزودها عليها علشان تظبط الميتر بتاعك. يعني كأنه بيقول لك الدايرة بتاعتك دي لو انت حطيت مقاومة 250 كده بارلل معاها هتبوظ لك السيستم كله، فانت هتحط مقاومة كده سيريز تعويضية عشان تقضي لك على المشكلة دي. فلك بحسب لك قيمة الاي اس دي. ببساطة كيف اللي بسيطة جدا عادية جدا، مسألة سيركتس عادية جدا، حلها بأي طريقة تعجبك. وفي الآخر بطلع هات له قيمة الار اس لو انت يعني كملتها لحد الآخر. ملحوظة بقى مهمة جدا، مسألة دكتور نجار لما هيلعب فيها هيلعب في موضوع السيركتس، بمعنى ما تبصمكش في المسائل ولكن شوف كل مطلوب في المسألة وكل جيفن في المسألة وشوف هو عايز ايه. وبالله عليك أي مسألة وأي مرحلة جوه المسألة ارسم لها دايرة وحلها كأنها سيركتس عادية. نيجي بقى للسؤال التاني. هو دلوقتي قال لك ان المفروض ان السنسيتيفيتي بتاعت امتر معين، شنط الجافنومتر نفسه هو امتر يعني، بتعطى بالمعادلة دي. وهنا بقى قال لك ان السنسيتيفيتي اصلا دي هو مديها لك بدلالة المايكرو امبير لكل ديفيجن، يعني كانه ساعتها بيقول لك ان هي اي على سيتا او ديفيجنز، لكنك كنت متعود زي انت بقى ساعتها ايه سيتا على اي. قال لك بقى ساعتها العب لي في المعادله دي علشان تطلع لي الكرنت سنسيتيفيتي بتاعه الجافنومتر وقيمه الار شنت. لحد هنا كويس جدا. لا عشان قيمه الار اللي هي المقاومه بتاعه الجافنومتر نفسه. وقال لك بقى ساعتها بعمل تعويض مباشر، يعني مثلا قال لك انت تحسب لي السنسيتيفيتي مثلا لما الشنط يساوي لو ار اس يعني بيساوي 200 اوم. مبدئيا كده اول حاجه لازم تكتب له المعادله الرئيسيه اللي هي المفروض حاجه بالشكل ده. لحد هنا كويس جدا. اسال بقى نفسك هي السنسيتيفيتي في اصل اصلا كانت بتساوي ايه؟ بتساوي التيار الكلي مقسوم على عدد الديفيجنز. التيار الكلي بقى ساعتها هات لي معادلته تجيبها منين؟ هاتها والله من الدايرة. يعني مثلا تخيل كان هنا عندك جالفانومتر بالشكل ده
وعندك مقاومة. دلوقتي انت عندك هنا في تيار كلي داخل اسمه I، وعندك في الكويل ذات نفسه I am، لحد هنا كويس جدا. وعندك هنا الار شانت بتاعتك، وعندك هنا الار ام بتاعتك. هات لي بقى علاقة بين الاي ام والاي، هاتها بالكارنت ديفايدر عادي جدا، واعمل تعويضات مباشرة في الاخر، فيطلع لك ان معادلة السنسيتيفيتي في الاخر حاجة بالشكل ده. قارن بقى بين الاتنين دول، فيطلع لك ساعتها معادلة كبيرة بالشكل ده. هتلاقي ساعتها ان السنسيتيفيتي بتاعت الجرنومتر الاصلي المفروض بتساوي ايه؟ اللوكشة دي صح؟ ايوه، لانه بيقول لك ساعتها التيار لكل ديفيجن واحده، يعني اي ام لكل واحد، وده في الجنب ده بيساوي ايه؟ بيساوي 0.02. لحد هنا كويس جدا. والار اس مجهوله، ولكن الار ام اللي هو عايزها بتساوي 100، وعوض له بقى الار اس مره بتساوي 200، وساعتها في الاخر هتجيب له اللي هو عايزه، اللي هو الاس اللي هو يعني طالبه منك. المساله دي كانت حاجه برضو بالتفصيل الممل وبشرح الباك جراوند بتاعها وبكل حاجه فيها في فيديو الاميترز، لو انت عايز ترجع لها بالتفصيل الممل. ولكن طبعا مع اختلاف ان هو في المساله يعني بتاعت الشيت اللي كنا شرحناها يعني في الفيديو يعني بتاع الاميترز، انه جابها لك حاجه بالشكل ده، الديفيجنز فوق والتيار تحت. لكن هو ساعتها في المساله دي بتاعت الميدترم لا، هو تيار لكل ديفيجن، فساعتها كانك انت ايه عكست له المعادله. نيجي بقى للمسألة دي، بتعتبر آخر مسألة فيها فكرة يعني في الفرع بتاع دكتور نجار، في الفرع بتاع دكتور نجار اللي جاي يعني في الميد تيرم. دلوقتي قال لك إنك أنت عندك سيستم بالشكل ده، دي الصورة الأصلية بتاعته، وقال لي دلوقتي إن المفروض هم في تيار كده كلي داخل اسمه 26، داخل قيمته 26 ملي أمبير. قال لك بقى دلوقتي إن أنا عندي طريقتين التوصيل. اول طريقه ساعتها ان اجيب اميتر واحطه هنا اسمه ايه فوق، واميتر تاني تحت اسمه بي، وبالتالي ساعتها الاولاني هيقرا 11 امبير والتاني 15 امبير، او ان يعكس، فالاولاني هيقرا ساعتها 10 والتاني هيقرا 16. لحد هنا كويس جدا. قال لي بقى دلوقتي انا مديك ان مقاومه اميتر ايه ده بتساوي 0.01 امبير، او معلش 0.1 اوم. طيب لحد هنا كويس جدا. هو بقى طالب مني المقاومه بتاعت اميتر بي ده. مبدئيا كده مساله سيركت صرف ملهاش اي علاقه اصلا بالميجرمنتس، بمعنى هو قال لك في المساله كده كجيفن زياده، قال لك ان السلك الزياده اللي انت مديته فوق ده ليه مقاومه، السلك الزياده اللي فوق بس، لكن بقى تحت ده اصلا مفيش اي مقاومه فيه. فساعتها بتقول له انك انت هترسم دايره حلوه جدا، وهتعتبر ساعتها كان فوق كده في مقاومه اسمها ار سمول مثلا، بترمز لك لمقاومه السلك الزياده اللي هنا، ودي ترمز لها بار بي، ودي ترمز لها بار اي ساعتها. وانت عارف ان الطريق كل داخل بيساوي 26 امبير، وساعتها بقى مساله سيركت عاديه جدا، وحل له معادلات وهات له قيمه مقاومه السلك الزياده وقيمه مقاومه الار بي. فدي الدايره بتاعتي. هتلاقي ساعتها انك انت اصلا عندك الار اي، يعني دي اصلا معروفه. هنا طبق له الكارنت ديفايدر. دلوقتي انت عارف ان الكارنت ديفايدر اصلا بيقول لك ايه، انك انت عايز الطريق في اي برانش ده بيساوي الطريق الكلي مضروب في البرانش انت مش عايز تحسب عنده التيار مقسوم على مجموعه كله. طبق الكارنت ديفايدر ساعتها في اي برانشات تحبها هنا وهنا، ولكن خلي بالك يكون نفس البرانش في الحالتين. يعني انت لو اخترت مثلا البرانش ده يبقى طبقه في الحاله الاولى والحاله الثانيه على البرانش التحتاني، واللي فوق برضو نفس الكلام عشان تريح دماغك، يعني فوقاني هنا وفوقاني هنا، او تحتاني وتحتاني هنا، وفي الاخر تطلع بمعادلتين حلهم مع بعض تطلع بقيمه الار بي والار سمول. لحد هنا كويس جدا. الغلطه بقى ساعتها الناس كتير جدا عملتها وانا منهم، ان احنا قلنا ان السلك اللي هنا ده برضو ليه مقاومه، ولكن دكتور قال لك لا، في المسألة قال لك السلك الزيادة هو اللي مقاومة، لكن أصلا السلك ده موجود أصل أصولا أصلا. السلك بس الزيادة هو بتاع الإيه؟ بتاع البارل كونكشن اللي هو بالشكل ده المفروض. فهو ده إيه اللي عجز لك الموضوع، وحتى أنت لو كنت حطيت مقاومة زيادة هنا كانت المسألة كلها اتبهوأ منك. كده إحنا الحمد لله خلصنا،
لكن بس فاضل تركاية كده بسيطة. هو دكتور نجار قال ان هو يعني مش هيجيبها عشان ما يقعداش علينا. وكان واحد كده زميلنا سألها في سأل عنها في محاضرة يعني، وكان شرح له يعني الفكرة دي. ولكن برضو تحسبا لأي خازوق ممكن يطلع لنا، هنقول على الفكرة دي. المسألة دي المفروض كنا احنا حليناها بالتفصيل الممل لحد ما زهقنا في فيديو ريكتفايرز، انه ساعتها قال لك انك انت عندك بريدج ريكتفاير بالشكل ده ومديك بقى قيم كده حبشكلينات، ولكن هو دخل لك مش عارف ساينوسويدال، مش عارف ان 50 هرتز والماكسيمم فاليو مش عارف بتساوي 250 فولت وبلا بلا بلا، قعد يهري لك. ولكنه بس قال لك ان الريكتفاير بتاعك ده الدايت بتاعك مقاومته في الفورورد بتساوي 10 اوم، لكن في الريفرس بتساوي كام؟ 400 اوم. احنا كنا عادة بنقول ان المقاومة مهملة، يعني في حالة الريفرس اصلا بتكون مقاومة مهملة، فكنا ساعتها بنرسم الدايرة بتاعتنا سهلة جدا على انها كانها في مقاومتين هنا سيز بنوصل الدايدين الشغالين، وساعتها بقى بتكون بقى الدايرة بتاعتك ايا كانت اللي انت عايزها. ولكن والعياذ بالله لو فرضت ان انا مش عايز اهمل المقاومتين التانيين دول، يعني ساعتها عايز نعتبر الدايدين التانيين ساعتها كانه فعلا 400 اوم 400 اوم، فساعتها بقى معاك الله، هتلاقي ساعات الدايرة بتاعتك بقت حاجة بالشكل ده. دي بقى دايرة معقدة. وهنا بقى قالك ايه، عايزك بقى تشتغلي عليها. ساعتها بقى امرك لله، هتكون مضطر تشتغل على الدايرة دي. اسأل نفسك اول حاجة، الجالفنومتر بتاعك المفروض يكون فين؟ هو هنا، لان خلي بالك انك انت عندك اي بريدج اصلا بتحط اللود بتاعك ما بين الطرفين دول. لحد هنا كويس جدا. وانت بقى ساعتها عايز بقى تشتغل مع نفسك، عايز بقى تعيش مع نفسك كده وتهاف فن، مش عارف بقى تقعد تقول له مش عارف فولت ميتر مش عارف ايا كان. فبالتالي انت عندك ان التهمه اللي محاوطه السيستم ده كله خانقاك، فانت تقول له ساعتها ان عايز اخلص منها، عايز ان اختزلها ساعتها ايه، في فولتج سورس يتيم ومقاومه يتيمه. يعني كان ساعتها عايز ان انا اعمل ريبليسمنت للوكشه دي كلها اللي بره الخط الازرق ده بمقاومه واحده وفولتج سورس واحد. الكلام ده بيفكرني بمين؟ بيفكرني بثيفنن. فاول حاجه بجيب له ار ثيفنن. بجيبها ازاي؟ ان ساعتها بتخيل اني واقف عند الطرفين، الحمل اللي انا عايز احسب عنده المقاومه، وبعمل دي اكتيفيشن لكل السورسز الاندبندنت، فده كان اوبن سيركت. انت بقى ماشي من هنا صح؟ ايوه. التيار كانه اتفرع صح؟ ايوه. او حاجه تانية، مش انت عارف ان المقاومتين دول ومقاومتين دول اطرافهم متوصله بشورت سيركت بس ما فيهاش اي تغير في الفولتج؟ ايوه. يبقى ساعتها كان الاتنين دول كلهم ايه، كانهم ساعتها المفروض الاتنين دول كلهم بارلل مع بعض. لحد هنا كويس جدا، ومفيش اي حد يقدر يقول اي حاجه على الكلام ده صح؟ ايوه. واعمل نفس الكلام مع الجنب ده، التيار ماشي هنا صح؟ اه. المفروض يتشعب هنا صح؟ اه. والجنب ده كله والجنب ده كله ممكن اوصله بشورت سيركت صح؟ اه. فساعتها المقاومه الكليه هتساوي ايه؟ الاتنين دول بارل مع بعض زائد الاتنين دول بارل مع بعض. ومش اصلا الار في الار دول هو نفسهم موجودين على الجنب اليمين، كانك ساعتها تقول له بقى ايه، ان هجيب ساعتها البارل بتاع جنب واحد بس واضربه في اتنين، فده ساعتها ار ثيفنن. بدأت تقول ساعتها بقى دي بارل مع دي، وبعد كده فاخد تجمعها لدي بارل مع دي، وصل لاتنين واحد، هات له واحدة بس واضربها في اتنين، فدي ار ثيفنن. فالحمد لله ساعتها انت عارف ممكن تعمل ريبليسمنت الكلام ده كله بمقاومة واحدة. نيجي بقى للكلام التاني، الفولتج بقى اللي هنا. دلوقتي انت عايز تجيب ايه بقى؟ عايز تجيب الفولتج اللي المفروض تكون موجودة هنا، اللي هي مثلا مصلحة في اي بي مثلا. مبدئيا كده مش انت عارف ان في اي بي بتساوي الفولتج بتاعت النود اللي اسمها ايه ناقص الفولتج بتاعت النود اللي اسمها بي؟ ايوه. فانت دلوقتي استخدمه بقى ساعتها النود الاناليسيس، اتدرب بالشكل ده، عندك هو طرف A وطرف B، ال VAB اللي هي V Thevenin يعني بتساوي V ناقص VB، وساعتها بقى بتقوم بقى عايش مع نفسك بقى وتستقنيس بقى مع نفسك خالص في الآخر يعني.
هات له بقى الفي بتاع ايه مره والبي مره، وهتلاحظ ان في حاجه، مش الاتنين دول بارل مع بعض اصلا؟ ايوه، وكلهم متواصلين بالسورس. فساعتها كانك هتطبق فولتج ديفايدر على الجنب ده كله، ونفس الكلام على الجنب الشمال، وفي الاخر هتطلع بقيمه الفولتج. ممكن يجي حد مثلا يحلها بطريقه تانية خالص، براحتك. واحد يحلها مش براحته، واحد يحلها مثلا بطريقه تانية براحتك، لكن هو في الاخر عايزك بس تجيب له الله يكرمك الفولتج اللي موجوده ما بين طرفين النودز اللي هنا دي. لحد هنا كويس جدا. اهو بقى الحل ده المفروض حل دمه تقيل. وساعات بقى في الاخر الدايره بتاعتك تبقى حاجه بالشكل ده، وتكمل بقى مطالب عادي جدا زيها بالظبط، زي المسائل اللي احنا كنا حليناها على بريدجز في الفيديو ده والفيديو بتاع الريكتفايرز. يعني بس الاضافه الجديده كانت ان كده، ولا قدر الله، قلت ان انا مش عايز اعمل المقاومه اللي مديها لي دي. يعني كان ممكن مثلا الدكتور يقول لك طب انا هخليك المقاومه دي مثلا كانها بتساوي 100 اوم، دي لو اهملتها هتسبب خطأ كبير. فساعتها بقى يكون امرك لله، حل بقى بالطريقه الاكزاكت وثفنن بقى وعيش مع نفسك كده. الحمد لله خلصنا يعني مسائل الديب ويب يعني فرع دكتور نجار. فاضل بس انك انت تجري على مسائل دي بايدك، ولو في اي مساله من دول كنا نوهنا ان هي محلوله بالتفصيل الممل اكتر وفيها افكار اكتر عليها في الفيديو، ممكن ترجع للفيديو مثلا ده وللجزئيه دي بالذات مثلا وتشوف الستبس. لكن اهم حاجه بالله عليك تحل بايدك.